بنكمل كلامنا مع التولز الرابعة للديتا كولكشن اللي هي الفوكس جروب. يا جماعة الخير، الفوكس جروب مجموعة ناس، خلينا نقول التعريف بالانجليزي: A particular group of representative individuals feels about a certain topic, product or a service. دلوقتي الناس بتجيلي المستشفى، فأنا بعمل لهم دعوة: ممكن تحب تحضر معانا فوكس جروب؟ ايه الفوكس جروب ده؟ والله يا مجموعة ناس كده وهنتكلم في موضوع معين، وليكن مثلا السكريننج بتاع البريست كانسر، مثلا توبيك بتاع متابعة الولادة، توبيك بتاع اوتكم لدرج معين او لعلاج معين، ايا كان التوبيك احنا هنحدد التوبيك ده للناس وهم هيقولوا اه او لا، والميعاد اهو تعالى. طب احنا الناس دي وافقت، هيجوا يتكلموا، هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في حاجات، اسئله واجوبه لا علاقه بالتوبيك اللي احنا بنتكلم عليه ده زي ما قلنا، او السيرفيس اللي بنتكلم عليها دي، وهتبقى الاجابات كلها كواليتيتيف ستادي، يعني ما فيهاش ارقام، مش هقدر اعمل احصائيات كتيره، لكن ممكن اطلع بيها بفوائد كتيره جدا. من الفوائد اللي بنطلع منها ان هم الناس دي عندهم افكار وعندهم حلول. يعني مثلا هو شايف بروسس، بيجي مستشفى كتير وشايف ان في عيب معين في بروسس وممكن يتحل، مثلا عنده فكره زي حلها فبيقولها، ومفيش مانع ان انا استغل الحكايه دي في ان انا طالما انها ترضيه، مش هو كشخص ولكن كجروب كامل، ممكن استطيع ان انا احطها في الجدول واغيرها. الجروب ده يا جماعه الخير بيتكون من حوالي من 6 ل 12 نفر، وبيجتمعوا عشان حاجة معينة أو common interest، ما بيعديش 12، علشان لو العدد زاد ممكن يحصل اختلافات في الآراء وممكن يحصل مشاكل وما نعرفش نعمل عليها coordination. كمان الجروب ده، خلينا نكبر الصورة دي، الجروب ده فيه coordinator، فيه coordinator، الراجل coordinator ده، coordinator اللي موجود عندنا قدامنا ده، هو المنسق اللي هو هيقود المجموعة، هيسألهم أسئلة معينة وهينظم مين اللي يجاوب ومين ما يجاوبش، كمان هياخد نوتس عن الحاجات اللي بيتكلموا عنها علشان نطلع بالفوائد. فده المنسق، ده شغلة المنسق اللي هو هيشتغل على الجروب ده. كمان الجروب ده المفروض ان هم ما يكونش عارفين بعض علشان ما يتفقوش مع بعض على رأي معين. انا عايز رأي كل واحد عن القضية اللي متكلم عليها، البرودكت او السيرفيس ده، من غير ما يكونوا عارفين بعض، بحيث ان هم ما يكونوش متحملين مع بعض في قضية سواء او لا، ويبقى ده misleading في الرأي. في كمان ان الجروب الظريف ده، خلينا نكبره كده، الجروب الظريف ده ممكن بعد ما خلص الاسئله معاه، بعد ما نخلص الاسئله وخلصنا الجروب ولميت الاجابات، ممكن يكون في اكتر من جروب، يبقى اسمه ايه، مالتيبل جروب، وبقدم نفس الكويشنز وبنفس الاوردر وبلم المعلومات بطريقه معينه، تمام؟ يبقى انا لما اكرر الاسئله بقارن الاسئله والسامبل، ما هو الجروب ده يعتبر سامبل من الناس، اخد سامبل وسامبل وسامبل، يمكن الناس مجتمعين على مشكله معينه وعايزين نحلها او حلولها، فيكون ده شيء مفيد. الحاجة الأخيرة في الجروب ده أن أنا أستطيع أن أنا أعمل تسجيل صوتي وصورة، يعني فيديو، أوديو وفيديو. من عيوب الفوكس جروب أنها مكلفة، يعني لازم أجيب أدوات، يعني فيديو مثلا، وأجيب كاميرا فيديو، وأجيب تصوير، وأجيب بيبسي وسيفن وقاعة، والراجل الكوشنير ده بياخد فلوس، مكلفة. الحاجة التانية ان هو تايم كونسيومينج، يعني بياخد وقت من الناس وبياخد وقت علشان تطلع النتائج. والحاجة التالتة والاخيرة انك انت ما تقدرش تعمم النتائج اللي طلعت دي، ما تقدرش تعممها على population اطلاقا، لكن ناخد بيها الفايدة، يعني مثلا ايه، ان البروسيس ده فيه مشكلة معينة، هل انا استطيع احلها بس كانت بمساعدة الكاستمر نفسه. يبقى انا كده خلصنا التايم فريم والبوبوليشن اند سامبلينج والديتا كولكشن تولز. هنتكلم بقى على الكولكشن برينسيبل اند كونسبتس. دلوقتي يا جماعه انا علشان يعني في شويه مفاهيم عن الكولكشن، المفاهيم دي ان دلوقتي في احنا بنتكلم على كل طول الوقت على الريسيرشرز بيلم المعلومات، هو ينفع في واحد بس يلم المعلومات دي ويحللها ويعملها واحد بس ازاي يعني؟ ده تيمز، من اقوى التيمز الموجوده داخل مستشفى، واللي بتعمل من احد الوظائف بتاعتها انها تلم الداتا، اللي هو التيم اللي اسمه انتر ديسيبلينري كواليتي تيم،
بيخمونا في الامتحان ويكتبوا كروس فانكشنال تيم. ايه التيم ده؟ ده جروب اوف هيلث كير بروفيشنالز from diverse field who work in a coordinated fashion toward a common goal for the patient, improve patient care. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي الكلمة diverse field يعني ناس خبراء من اقسام مختلفة لكنهم كلهم المجموعة ده هي كلها بتشتغل في بروسس واحد، بتمر على بروسس واحد. يعني مثلا عيان هيدخل عمليات، انا عاوز بتاع التحاليل وبتاع بنك الدم وعاوز مثلا دكتور الجراحه ودكتور التخدير والنرس مثلا من حتت مختلفه كلهم، فطبعا دي حتت مختلفه لكن هم هيخدموني في البروسس ده لانهم حاجه اسمها بروسس اونر. يبقى انا لما اتكلم على عمليات ما بتكلمش على الجراح بس، ما اتكلمش على التخدير بقى اجيب مجموعه تخدير كده واتكلموا، او مجموعه جراحه بس واتكلموا على عمليات، لا ده كل ما نشارك في البروسس مهم جدا ان هم يبدوا رايهم في الموضوع. الصوره دي بتوضح العمليه دي انه في ناس في نفس البحر، واحد شايف ان هو مش غرقان والتاني شايف ان هو بيغرق ونفس البحر، يبقى نفس البروسس لكن واحد شايف ان في مشكله واحد شايف ان مفيش مشكله. الصوره التانيه دي ايه رايك في المسمار ده؟ مين اللي بيشوف المسمار ده؟ مش كلنا. في واحد بيقعد على المسمار ده ويتخبط كومبليكيشن، البنطلون يتقطع، في واحد تاني بيشوف المسمار ويقعد في حته بعيد، وفي واحد تالت بيشوف المسمار ده بيشيل المسمار عشان لما يجي حد بعده يقعد من غير ما يتقطع البنطلون بتاعه. يبقى انا دلوقتي في اختلاف في النظره في ايجاد المشكله، في واحد بيشوف المشكله وفي واحد ما بيشوفهاش. الصوره الاخيره اللي ممكن توضح الانتر ديسيبلينري تيم او ليه هم مختلفين على نفس البروسس اللي احنا موجودين عليه، ان الصوره دي مدينا وشها، لكن لو في واحد تاني لو بص من الناحيه دي هيبص الناحيه، شوف الجنب اليمين فقط لا غير، ممكن يشوف الودن. انا مش شايف انا الودن، بس هو اللي شايف على اليمين شايف الودن بس مش شايف تفاصيل هنا. الصوره الاخيره انا شايف الجزء اليمين قوي قوي قوي، الصوره الشمال الناحيه الشمال انا مش شايفها خالص، لكن الحاجه اللي انا شايفها هي اللي انا بعلق عليها، الحاجه اللي مش شايفها مش هقدر افتي فيها. فممكن يكون حد تاني واقف الناحيه التانيه وشايف الجزئيه الاخرى سواء كانت من عيوب او مميزات. تمام، يبقى هدف الانتر ديسيبلينري تيم ان انا اشوف البروسس من اوجه مختلفه. الليدرز هم اللي بيعينوا الانتر ديسيبلينري تيم. الفانكشن بتاع الانتر ديسيبلينري تيم ايه؟ ان هو بيشرف على الديزاين بتاع الداتا كولكشن ميثودز كلها من اولها لاخرها، الكلام اللي احنا قلناه كله. كمان عايزين يكبر حاجات كتيره، يكبر الداتا، يكبر حجم الداتا اللي هي جايه له، ماكسمايز ذا يوز اوف داتا اوريدي بينج كولكتد. كمان لازم الداتا تكون اكوريت، يعني لازم تكون دقيقه ولازم تكون فاليد، وكمان الداتا دي لازم اديله امكانيات علشان يعرف يخزنها وامكانيات تانية علشان يعرف يحللها. يبقى انا بديله امكانيات سوفت وير وهارد وير الكمبيوترايزيشن. الحاجه الاخيره في الماكسمايز ان هو لازم يكبروا قوي الكوردينيشن داتا بتوين ذا ديبارتمنتس. يعني انا دلوقتي لازم اوزع الداتا دي بعد ما خلصتها وحللتها اروح اوديها مثلا واحده للاسم، واحده اديها لقسم الجوده، واحده اديها للديبارتمنت نفسه اللي احنا عاملين عليه الشغل عشان يعرفوا القضيه ماشيه ازاي. من العيوب اللي موجوده ممكن يحصل فيه دوبليكيشن اوف ايفورت، يعني في حد بيلم داتا في حته وفي حد بيلم داتا في حته ثانيه، هما هي نفس الداتا، نفس الداتا بتتلم مرتين، واحنا مش عايزين العمليه دي تتم، فلازم يكون سورس واحد في لم الداتا. خليني اتكلم في الجزئيه دي برضو واقول ان البروسيس اونر اهم واحد، يعني الراجل المشارك في البروسيس وبالتالي هيكون له راي في انه يحط التريجر لامتى الداتا بقت مش مظبوطه، امتى في خلل عشان ابدا اعمل تحليل للداتا او اعمل مور انتنسيف اناليسز لو في بروسيس ماشي مش مظبوط. يبقى هم الناس دول هم اللي بيحطوا، احسن ناس يحطوا التريجر للارقام. كمان ان هم اللي بيعملوا ايدنتيفيكيشن للسورس فور داتا كولكشن، هم اللي بيحددوا فين الداتا دي هتتاخد منين وفين. اخر حاجه بنتكلم فيها ان ممكن يقدروا يخزنوا المعلومات دي في ورق، او ممكن يخزنوها على الكمبيوتر، او ممكن الاثنين.